وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. مرحبا بك معنا. بغداد يستقبلون العام الجديد بالتأكيد والإصرار على تحقيق مطالب ثورة تشرين ويصدرون بيانا للتأكيد على مواقفهم من الأحداث الأخيرة، هل تطلعين على فحوى هذا البيان لو سمحتي؟ دكتورة كثيرة والمؤامرة كثيرة. المؤامرة كبيرة على تظاهراتنا. الآن أصدرنا بيان أن هناك المتظاهرين ما زالوا مستمرين في التظاهر وما زالوا في الاعتصام ويزدادوا إصرارا في نيل المطالب المستحقة لهم. بالوقت نفسه هناك كثير من المؤامرات يتم صياغتها من قبل بعض الرؤوس وبعض المتنفذين في هذا البلد من الحكومة ومن ميليشياتها. نعم نحن نواجه مؤامرات كبيرة وكثيرة. ما المقصود بهذه بتلك المؤامرات؟ المؤامرة كبيرة علينا والمؤامرة كبيرة على بلدنا في التسقيط وفي إنهاء ثورتنا العصماء، هذه الثورة البيضاء إن شاء الله. البيان أكد أن يعني أكد على سيادة العراق وأن السيادة هي واحدة من مطالب ثورة تشرين. هل ترون أن السياسيين الذين تحميهم ميليشيات وتتحكم في قرارهم يحافظون على سيادة العراق فعلا؟ بالتأكيد لا، بما أن هؤلاء الناس ليسوا حريصين على هذا البلد وانتماءاتهم إلى خارج البلد، فبالتأكيد لا يهمهم ولا يحرصون على هذا البلد ولا يهمهم اقتصاده ولا إنسانه، والدليل أنهم يفرطون بكل ما من شأنه أن يساعد في تنمية هذا البلد وكذلك قتل أهله وقتل أبنائه. فهؤلاء الناس لا يمثلون هذا البلد ولا يمثلون الوطنيين منهم والشرفاء حقيقة. هاي نعم، الأحداث التي يشهدها العراق تؤكد أن من تسلطوا عليه منذ عام 2003 هم سبب دماره وخرابه وفقدانه للسيادة، هل ترون أن هذه الطبقة يمكن أن تقدم جديدا لحفظ سيادة العراق؟ لا بالتأكيد هم أكيد هم السبب في خراب العراق وهم قاصدين يعني أن يخربون العراق، لم نكن نفهم مقاصدهم وكنا ننتظر أن يقدموا شيء لهذا البلد، لكن للأسف اتضح أن هؤلاء جاءوا من وراء الحدود حتى بولاءاتهم الغربية والغريبة حتى يخربون هذا البلد، يعني تخريب مقصود إلى هذا البلد، والدليل أنهم أي شيء ما نفعوا زاد الفقر زاد الجهل كل شيء، يعني مؤامرة بحث صفقات وعقود كلها تجيبهم ولأفيادهم اللي هم تابعين لهم، يعني أي شيء ما قدموه لهذا البلد واضح أنهم جايين للتخريب وليست وبعدين حتى قالوها بعض مفسانهم أنهم جايين حتى يعني شلون ينتقمون أو يردون يطلعون قهر السنين اللي هم راحوا من البلد. إحنا شنو بنبنى إحنا العراقيين أو إحنا الناس اللي باقين بالبلد اللي ما غادرنا؟ إذا أنتوا تضررت بمغادرتكم إحنا شنو بنبنى؟ الشعب ليش تأذوننا؟ أكبر على اللي هو أذاكم. هل ستؤثر الأحداث الأخيرة على مجريات الثورة؟ أكيد هي مؤامرة كبيرة هذه المجريات حقيقة، يحاولون بأي طريقة أن يؤيدون الثورة البيضاء، ثورة الشباب، ثورة الحق، ثورة العراق الجديد إن شاء الله. فهؤلاء يحاولون بأي طريقة، كل يوم لهم سيناريو جديد، كل يوم لأنهم يعني مؤتمرون ومسيرون وليسوا مخيرون. نعم. فمن يصنع لهم هذه الخطط يحاولون أن يفسدون هذه الخطط بكل حذافيرها وبأجنداتها، فهم موالون لأشخاص آخرين وينفذون ما يقال لهم. شكرا لك عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين الدكتورة ذكرى عبد الصاحب.